ملاك الهجن. شوطنا اذا الخامس عشر والمخصص لفئة الابكار المحليات. نتابع معكم تحدياته ونترصد ما يدور ويجول ويجوب خلف هذا الشوط من شعارات قوية ومميزة تواجدت باحثة عن المركز الاول وباحثة عن الناموس. ابدأ مع المركز الاول، ابدأ مع الصدارة والقيادة وانطلاقة الدوحة لمحمد بن راشد بن عبيد المريزيق المري في صدارة الشوط، بينما المركز الثاني يتابع الجانب الاخر مع انطلاقة الشاهينية للسيد سيف بن راشد بن عامري الاجتبي مع هذا الحضور الرائع. والمركز الثالث قناعة لمحمد بن حماد بخرايط العامي. رابع المراكز مشاهدين الكرام، المركز الرابع الشاهينية لسيد سعيد بن سلحان بن سعيد الكعبي. أما المركز الخامس في هذه اللحظات، التدخل الجميل والانطلاق أيضا الرائع مع هذه الاندفاعة من خلال شيمة لغانم بن عبيد بن طماش المنصوري. سادس المراكز مشاهدين الكرام، حضور حربة للسيد ناصر بن صالح بن طرشوم العامري ما شاء الله. أما النقلة في هذه اللحظات على المركز السابع مع حضور العاند لمحمد بن سالم بن حماد الاجتبي، والمركز الثامن مع انطلاقة مطفية لمحمد بن أحمد بن قنون الفلاسي المركز التاسع الضبية لسالم بن حمد بن شميل الراشدي، والمركز العاشر في هذه اللحظات اعتبار لحمد بن شامس بن عتيج العامري. هذه هي النتيجة إذا المشاهدين الكرام، والمراكز الأولى المتقدمة الحاضرة في هذا التحدي. هذا هو نداؤنا الأول الذي جلنا معه خلف هذه المراكز وانطلقنا مع تحديات. أعود مع المركز الأول والبداية، أعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع قناعة الرقم واحد هي بالمكان واحد محمد بن حماد أبو خرايط العامري. من يتواجد مع المركز الأول ومن يتواجد مع بداية الشوط والصدارة؟ قناعة هنا هي المتحكمة بزمام الأمور ما شاء الله. المركز الثاني شاهينية للسيد سيف بن راشد بل عامري الاجتبي، عينه على المركز الاول ايضا وعينه على ناموس هذا الشوط بالعامري. في ثاني المراكز يتواجد في هذا الحضور الرائع والمثير، شعاره ايضا مميز يا مصال ويال في ميادين الدوله بالعامري. هناك اما المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الكرام تحضر مطفيه لمحمد بن احمد بن قنون الفلاسي، واصل ايضا بقوه كبيره. اما المركز الثالث ما شاء الله، وتابع نقلتنا على شيمه لغانم بن عبيد بن طماش المنصوري. والمركز الخامس اللي وصلت الشاهينيه للسيد سعيد بن سرحان بن سعيد الكعبي. والمركز السادس مشاهدينا الكرام مع العاند لمحمد بن سالم بن حماد الاجتبي. اما المركز السابع هنا التدخل هنا انطلاقة الشاهينية لسعيد بن سرحان بن سعيد الكعبي، واللي جاوزت من الجانب الاخر ضبية لسالم بن حمد بن شميل الراشدي ما شاء الله. هذه السبعة المراكز، المركز الثامن الدوحة لمحمد بن راشد بن عبيد المريزيق المري، والمركز التاسع هناك وتابع تحدي أيضا مثير ونقلة جديدة على انطلاقة حربة لناصر بن صالح بن طرشوم العامري. أما المركز العاشر الحضور من قبل روعة لسالم بن أحمد بن سالم بن سعيد الخيالي. هذه النتيجة من جديد، هذه المراكز الأولى المتقدمة إذا مشاهدينا الكرام.
من جديد والتحديات الأولى نداؤنا الثاني مع هذه المراكز، ولا زال الرقم واحد، لا زال الرقم واحد مع قناعة للسيد محمد بن حماد بخرايط العامري، لا زال متواجد مع المركز الأول، لا زال يتواجد مع صدارة هذا الشوط والقيادة واندفاعة قناعة مع المركز الأول هناك. يا سلام على هذا الحضور، يا سلام على هذا التواجد، ولكن ما هو بقنوع العامري ما يسد غير المركز الأول، وناموس هذا الشوط ما يقنع شيء ثاني. المركز الثاني هنا في هذه اللحظات الشاهنية، سيف الراشد بالعامري الاشتبي لا زال مع المنافسة، ولا زال مع هذه الانطلاقات. بن شميل وصل، سالم بن حمد بن شميل الراشدي اللي وصل مع الضبية على المركز الثاني يقدم هذه الانطلاقة والتواجد الجميل. أما المركز الثالث متابعينا الكرام، هنا انطلاقة شيمة لغانم بن عبيد بالطماش المنصوري، والمركز الرابع مع الشاهنية لسيف الراشد بالعامري الاشتبي تبارك الله. المركز الخامس وصل بن مريزيق، وصل محمد بن راشد بن عبيد المريزيق المري، عاد من جديد مع الدوحة على المركز الخامس. والمركز السادس العاند لمحمد بن سالم بن حماد الاشتبي، اما سابع المراكز مع انطلاقة مطفية لمحمد بن احمد بن قنون الفلاسي ما شاء الله. ولكن رغم هذه الظروف، رغم الهجمات، رغم التحديات، قناعة لا زالت مع المركز الاول، لا زالت تحافظ على هذا الرتم المميز بصدارة الشوط والبداية. هناك الانطلاق إذن الرايح بالمركز الأول من البداية دفع حتى الكيلو الأخير، من البداية دفع للكيلو الأخير، قناعة مع المركز الأول بدأت تودعهم مع قيادة هذا الشوط بدون أي توامر، ترقص على سماعة الصوت. الكيلو الخطير، افتح يا كيلو أبوابك للسبك. المريزيق المري على المركز الثاني باحث عن رزق هذا الشوط، بسم الله ما شاء الله. طارت الدوحة مع المركز الأول، طارت وعصات تاقوس ما قالها شيء، بدأت تقدم هذا العرض الكبير مع المركز الأول مع الصدارة. الدوحة محمد بن راشد بن عبيد المريزيق المري على قيادة هذا الشوط وعلى البداية بدون أي توامر. تذكر بسم الله تبارك الله كالضبيب الريم ميفاله، تبارك الله ما شاء الله على هذه الانطلاقة الرائعة مع المركز الأول والاندفاع الرائع. شوف يديد، خذ يديدها للدوحة، انطلقت مع المركز الأول، انطلقت مع هذا العرض الجميل بقيادة البداية. سلام الدوحة، سلام يا المري، سلام وتحية واحترام على هذا الحضور الكبير. يا هوسير يا انطلاق، بسم الله على هذا العرض الكبير ما شاء الله. تحية وناموس محمد بن راشد بن عبيد المريزيق المري على فوز الدوحة بالمركز الأول، قفت وخلتنا وقوف ما شاء الله. تهانينا والناموس. المركز الثاني لغانم بن عبيد بن طماش المنصوري، المركز الثالث لمحمد بن حماد بخرايط العامري، المركز الرابع يا الحمسي، المركز الرابع لعوض بن سعيد بن عوض بن سعد العامري، المركز الخامس، المركز الخامس لسعيد العتة بن خزاع العامري. النتيجة إذا مشاهدينا الكرام والمراكز الأولى المتقدمة اللي حضرت مع هذا الشوط الدوحة محمد بن راشد بن عبيد المريزيق المري ما شاء الله، اللي قدم هذه الانطلاقة الهائلة بالفعل. 9:23 وفاء وتماما هو توقيتها في هذا التحدي، بينما اللي وصلت بالمركز الثاني، المركز الثاني كان من نصيب شيمة لغانم بن عبيد بن طماش المنصوري 9:00، اللي في المركز الثاني
دقائق. كفيت مو خالد وفيت لك جدك. 31 ثانية جزئية من الثانية تهانينا والناموس للبطماش، والمركز الثالث حضرة قناعة لمحمد بن حماد وخرايط العامري، حضرت بتوقيت وغدرة 9 دقائق 32 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وشكرا يا أبو علي.